كنا بنتكلم على طريقه الطهي المختلفه في كل دوله في العالم. ما بين مصر وسوريا فور اكزامبل كنا بنتكلم على طبخ الفراخ. في مصر بيكون مختلف، سوريا بيكون مختلفه، كل واحد بيحبه بطريقه معينه. احنا هنا في مصر بنحب الفرن، لكن سماح كان عندها راي ثاني خالص على الفرن، وانا فعلا شايفاه مظبوط. هلا ليكي شكله كتير شهي وكتير حلو، لكن كمان الحراره بتكون كتير كتير مركزه فيه، طبعا هذا منه كتير صحي. صح مظبوط، علشان كده بنقول انه الفرن لو ما كانش فيه شوايه 360 درجه بتلف بيبقى حراره مركزه، توزيع غير متساوي لدرجه الحراره. طبعا هنا كمان سماح الاكله اللي بتحبها ودايما بتشجعني ان احنا ناكلها في المكتب وهي البروستد تشيكن، طعمها طيب جدا لكن انا عندي اعتراض عليها. طبعا انا بشجعها بس للاسف بعرف انه هو غلط لانه مليانه بالدهون والزيوت اللي بتعطينا وزن كتير زايد، بس طيبه ايه المشكله؟ دهون وزيوت مضره للجسم. لكن هنا سماح اخر حاجه هتكلم عليها اللي احنا طبعا الطريقه الاعتياديه اللي بنعملها في العالم كله هو المايكروويف. المايكروويف بنشوف انه مهما حطينا فيه اكلات عشان حتى نسخنها، لكن بنشوف انه هو كله اشعاعات طبعا مضره على الجسم، وده اللي احنا مش عايزينه لا لصحتنا وصحه اولادنا. اشعاعات مضره للجسم، لكن احنا النهارده في الفرصه الذهبيه واللي هنشوفها دلوقتي مع سماح شوفوا هنقدم ايه المنتج المناسب جدا ليكم اللي هيساعدكم ان انتم تحصلوا على حياه صحيه جميله جدا واكلات طيبه. اذا مثل ما بتعرفوا لما عم نحكي عن الفرصه الذهبيه عم نحكي عن منتجات من افضل المنتجات مبيعا عبر سيترس تي في، مقدمين لكم اياها بعرض جدا مميز، الكميه محدوده وايضا الفتره جدا محدوده، مقدمين لكم اليوم الحل المثالي بسعر جدا تنافسي وغير شكل. فعلا سعر غير تنافسي، مش بس كده كمان الاحلى من كل ده ان احنا النهارده بنقدم اكبر حجم عائلي للاناء وهو 5.5 لتر، بنشوف انه الحجم بتاعه قد ايه حلو. مش بس كده كمان الحلو فيه طبعا الجهاز ان هو التاتش سكرين اللي احنا لما بنعمل على المنيو بنقدر نختار برامج كتير متعدده سواء حتى للفرايز او غيرها، بمجرد ما احنا بس بندوس على زر المنيو بنقدر احنا نختار برامج متعدده اللي هي التاتش سكرين الحلوه. العرض الرائع اللي احنا بنقدمه اليوم هو عرض مناسب جدا ان انت تحصلي على كل الاكلات الحلوه من خلال انجوي اير فراير 5.5 لتر 549 واو. ريال سعودي بدل 696 ريال، وبتوفري 147 ريال سعودي. مش بس كده كمان بتحصلوا على هديه مجانيه عشان احنا متاكدين ان احنا 100% بنقدم جهاز صحي جدا بدون استخدام اي زيوت او دهون. واو. بتحصلوا على هديه حلوه قوي وهو الميزان اللي بيساعدكم طبعا ان انتم توزنوا الجسم وتتابعوا حياتكم الصحيه الحلوه. مقارنات كتير متعدده بنعملها النهارده مع انجوي اير فراير بنثبت انه فعلا الحجم بتاعها كبير جدا جدا جدا. مظبوط، هون عم نقارن رانيا بين الاير فراير او المقلاه الهوائيه اللي هي دائما تجي اكبر شيء او حتى الموجوده بالاسواق هي 2.2 لتر، وحنشوف هون طبعا مقلايه ام جوي عم نحكي عن اكبر ساعه موجود بالاسواق 5.5 لتر، وعم نورجيكم هون الفرق الواضح جدا بمجرد ما احنا بنفتحها بنوريها للكاميرا انه الحجم قد ايه كبير جدا ما بين ال 5.5 وال 2.2 لتر. بنوريها برضو للكاميرا اكتر سماح علشان نبين انه الحجم قد ايه بيكون طبعا اكبر بكتير، والساعه بتكون اكبر، وده اكبر حجم احنا بنقدمه في سيترس تي في واكبر حجم في السوق. اكيد الاسعار بتختلف من جهاز للتاني وده اللي احنا هنشوفه مع سماح دلوقتي. مظبوط، هنشوف كمان الاسعار الموجوده بالمواقع الثانيه، عم نشوف السعر بمواقع اخرى طبعا موجود على الشاشه، والسعر نفس السايز 5.5 لكن عم نشوف 1000 ريال سعودي، وكمان بتوصل لاكثر من كده بكثير ب 900 ريال سعودي، لكن احنا هنا بنقدمها فقط بسعر 549 ريال سعودي، وده السعر اللي انتوا بتحصلوا عليه اليوم. يلا نشوف ايه اكلات حلوه طيبه عاملينها لكم النهارده. اول شيء محضره احلى اكله لكل الاطفال اللي بيحبوها، وزي ما احنا شايفين طبعا سماح انه الكميه الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها اناء حجم 5.5 الاكلات الحلوه اللي بيحبها طبعا كل الاطفال، وهي زي ما واو. بنشوف التشيكن قد ايه بنحط كميات طبعا كبيره نقدر ان احنا نعمل لها تقديم ليها كلها، وبنشوف انه طبعا الكميات قد ايه رائعه والبابل كتير كبيره، يعني طريقه القلي قد ايه حلوه، الاكل كله مقرمش مش هقدر احطهم كلهم، لكن بصوا قد ايه الكميه اللي لسه متبقيه معايا بفضل الباسكت قد ايه كتير جدا. لكن هنا بنشوف انه التسويه قد ايه رائعه، الرغاوي اللي موجوده فيها البابلز الحلوه وهي سخنه جميله، وطبعا دي احلى اكله احلى اكله بيحبها الاطفال اللي هي الفراخ البانيه، وطبعا سهله وصحيه وجميله جدا وتقدري تعمليها في البيت بمنتهى السهوله. لكن المفاجاه ان الكميه اللي احنا حاطينها هنا
واو. تخيلوا كل العلب دي اللي ست البيت بتشتريها من بره، تقدري بمنتهى السهوله دلوقتي تحطي يعني تعمليها عندك في البيت فريش من غير ما يكون في اي طبعا اكلات محفوظه او فيها مواد حافظه طبعا مش مقنعه. اذا مثل ما عم نشوف هلا صار فينا نعمل اكلات مقليه مقرمشه بدون ابدا اي زهود او دهون. مباشره رح نورجيكم مقارنه كثير ضروريه كل سيده تشوف هاي المقارنه، انه انت دائما بتعملي طرق تقليديه لتقلي فيها البطاطا او اي شيء انت بتحبيه، انسي هذا الموضوع، انسي الدهون الكثيره المشبعه اللي بتعطيها لاطفالك. حنورجي المقارنه بين القلي التقليدي وبين قلي مع طبعا مقلات الهوائيه من ام جوي. واو بصوا قد ايه الكميه اللي انا حط طبعا. اكيد كل سيده يعني احلى حاجه ان هي تحط الكميه اللي هي عايزاها، تقدري تعملي عزومه بمنتهى السهوله. وهنا بنشوف برضو حتى كمان الكميه اللي انا مش قادره اكملها في الطبق، لكن لو عندك عزومه تقدري تحطي اللي انت عايزاه بمنتهى السهوله، طريقه الاستخدام ما فيش احلى منها. لكن هنا هنشوف الفرق طبعا ما بين الطريقه اللي هي التقليديه وكمان الاير فراير، ان طريقه الاستخدام بتاعتها قد ايه سهله جدا لما هنعمل الفيشو دلوقتي سباح. مظبوط. ونشوف كميه الزيت اللي اي سيده مش عايزاها لاولادها. واو استني، واو شوفي الزيوت، يعني انا كمان حاطه كميه قليله، انت ضافي على 4-5 مرات. شوفوا الزيوت هي كلها بتدخل بجسمنا ومضره جدا. الفرق هنا كمان عايزين نقول لكل سيده ان هي لو عايزه تحط، تخيلوا ان عندكم كيسين من الفرنش فرايز تقدروا تحطوها بمنتهى السهوله. ادي هنا انا بعبي قدامكم عشان تصدقوا، ادي اول كيس، وهنا كمان عندي الكيس الثاني وجاهزه تماما، وحتى كمان تقدري تحطي كيس ثالث. انا واحده كيف هتكون طعمتها؟ يلا دوقي بالهنا والشفا. وبمنتهى السهوله بتحطيها بالشكل ده جوه الاير فراير الباسكت بتاعها. والحلو ان انت تقدري تشغليها هنا على زرار الباور، كل اللي بتعمليه ان انت بتوقفي الجهاز، لكن تقدري تشتغلي بطريقه مانوال البرامج اللي انت عايزاها، او حتى من المنيو تقدري تختاري مثلا فرنش فرايز او حتى التشيكن وغيرها من الاكلات. الحلو ان هي تاتش سكرين وحجم رائع جدا بنتكلم عنه اليوم، 5.5 لتر. اذا كيف بتشتغل هالمقلايه وبتعطينا هالنتيجه الرائعه؟ عم نشوف سوا هلا على الشاشه التكنولوجي اللي بتشتغل فيها، وهي طبعا الهواء الساخن اللي بيدور 360 درجة اللي بيتغلغل بقلب الطعام، بيخليه طري وشهي من جوا ومقرمش من برا مثل ما انتم بتحبوا، بيعطيكم هالقرمشة اللي انتم بتحبوها، لكن بدون ابدا ما نضيف ولا شيء من الزيوت ولا نقطة. رح تحصلوا على إناء حجمه كتير كبير، حجم 5.5 لتر، أكبر حجم موجود بالأسواق وحصريا عبر سيترس تي في. وعلى سعر في السوق زي ما بنشوف مع بعض أن أنتوا بتحصلوا على طبعا الإناء وحجمه 549 ريال سعودي. مش بس كده كمان لو احنا قارنا ما بين السعر اللي هو 549 وأيضا الأسعار الموجودة في الأسواق 1085 و900 ريال وأيضا 1000 ريال، لكن هنا السعر الرائع اللي احنا شايفينه مع بعض هو 549 ريال سعودي بدل 696 ريال سعودي، بتوفروا 147 ريال. شو حضرتي لنا؟ ومش بس كده كمان انتوا بتحصلوا على هديه مجانيه وهي البادي سكيل اللي بيساعدكم انتوا تحافظوا على صحتكم، يعني عرض رائع موفر اكبر حجم في السوق واقل سعر في سيتروس تي في لاير فراير. احنا عملنا القلي، لكن هنا عندنا طبعا حاجات ثانيه كتير حلوه. انا عامله لك مفاجاه، ترى تخيلوا ان انتوا تقدروا تعملوا الروستو والفراخ بمنتهى السهوله، ثلاث فرخات حجم كبير. لا تقدري تعمليها بمنتهى السهوله فعلا. يعني توقعت ماكسيموم 9-2 بس ثلاثه لا، هنا عاملين اللي هي 800 جرام نقدر احنا نحط ثلاثه. وحتى كمان الحلو ان هي مستويه جدا، وان شايفه اللي هي القرمشه بتاعتها من بره قد ايه ان هي روستد، لكن كمان من الداخل بنشوف ان هي طريه ومستويه جوه بمنتهى السهوله وبطريقه طبعا عمليه جدا مع الاير فراير بفضل تقنيه اللي هي الرابيد اير تكنولوجي اللي بتساعد على انه التسويه بتكون من جميع الاتجاهات. وبنشوف هنا البخار قد ايه حلو، الفراخ طريه وكمان روستد او مستويه ومتحمصه جدا من بره، وده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي انه الاكل تحميص من الخارج وكمان اكل طري من الداخل، وده اللي انتوا بتحصلوا عليه حتى مع الروستنج. هلا شو محضرتي لنا؟ محضره حاجات كتير على فكره. عملنا الروستنج، عايزين نشوف الشوي ايه اخباره مع الام جوي اير فراير واللي هي 5.5 لتر. هنا بمنتهى السهوله طبعا كتير مننا بيحب الباربيكيو جريلد ستيك، نقدر ان احنا بمنتهى السهوله حتى وهو بالعظم نقدر نحط طبعا. بصي الضلع البيف قد ايه شكله حلو وبيكون يعني مشوي، وشايفه طبعا اللي سامع الصوت بتاع البابلز قد ايه. بصي الحجم الثاني، واو بصي يا جماعه الحجم
كبير كبير للقطعتين اللي احنا حاطينها النهارده. الخضار يعني عم نشوفه قديش كمان الشكل كتير حلو، حتى من جوه قديش شكله مستويه، الحجم الكبير اللي حاطينه نحن ما عم صدق قديش شكله كتير حلو. كل التسويه اللي انتم شايفينها من بره، لكن قد ايه طريه جدا وجوسز، يعني فيها محتفظه بالنكهه بتاعتها اللي هي طبعا بتبقى جميله جدا جدا. يعني اير فراير حلوة قوي، قليه الهواء الساخن، حجم كبير ورائع جدا، 5.5 وهو اناء حجم كبير، بالاضافه كمان ان احنا بنحصل معاه على شوي صحي بنسبه 100%. يعني قد ايه اكلات كتير حلوه. يلا انا دوري. هلا انا كمان هعملكم مفاجاه غير شكل. يلا هنشوفوها سوا. الاوزي الكيش كل المخبوزات نقدر نعملها بمنتهى السهوله، حتى لو فتحتيها من الداخل بتشوفي انه الخبز معاها كمان بيكون سهل وحلو جدا جدا جدا. وطبعا هي دي المميزات اللي بتحصل عليها مع اناء عالي الجوده، بالفضل كمان ان هو الحجم بتاعه كبير جدا من قلايه الهواء الساخن. اول مره في تيشرت سي في بنقدم اناء حجمه 5.5 لتر. وهنا كمان بنشوف انه التسويه حلوه، حتى لو عملنا خبز الاوزي بمنتهى السهوله نقدر نخبز نشوي نقلي نعمل اكلات صحيه. وزي ما بنشوف طبعا انه هنا عندنا احلى المخبوزات واحلى الكيكات نقدر نعملها، والحلويات بمنتهى السهوله زي ما شايفين قدامنا عندنا الكيكه، عندنا كمان التارت نقدر نعملها بطريقه سهله وسريعه. اذا يعني عن جد شيء بياخذ العقل، انا ماني عارفه شو بدي احكي من كثر ما مشتهيه انه ادوق من كل الاشياء. مقدمين لكم اليوم امجوي المقلات الصحيه باكبر حجم موجود بالسوق، عم نحكي عن 5.5 لتر. ما بنلاقي هيك احجام بالسوق، لانه عاده اللي بنلاقي بهيدا السايز، اللي نحن عم نحكي 2.2 او 2.2 لتر. عم نورجيكم هون الفرق بالحجم، شوفوا قد ايه السعه تبعها، يعني هون اكبر بثلاث او اربع مرات، فيكم هون تقلوا مره ومرتين وثلاثه، لكن هون مره واحده بتحطوا الكميه الكبيره اللي بدكم اياها تنتهوا من هالقصه. بعرض رائع جدا وحصري سيتروس تي في، زي ما احنا بنشوف ان انتم بتحصلوا على النهارده مقلات الهواء الساخن اللي احنا بنقدمه ضمن الفرصه الذهبيه، كميات محدوده لفتره محدوده بسعر رائع جدا 549 ريال سعودي بدل 696 ريال بتوفير 147 ريال سعودي. اذا رح نترك لكم فرصه انكم تطلبوا هالمنتج الرائع من خلال الارقام اللي حتظهر هلا على الشاشه. باي باي. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.